إليكم حصيلة الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 كالتالي: 173 عينة تم فحصها، 4 إصابات جديدة سجلت، 2 في أنجمينا و2 في شاري الأوسط، كلهم من مخالطين لحالات مرضية ماضية، 1 حالة شفاء، ويرتفع عدد الكلي إلى 870، 0 حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 76، 40 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ التاريخ 19 من مارس 2020 986، من بينها 246 امرأة في 15 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات، وبالأخص التباعد المكاني، وفي حالة ملاحظ أعراض مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 13 13 توقيع المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أشمي. إذن